النهارده يمكن انا بتابع كده قبل ما اجي، فلقيت المهندس فرج عامر عامل تويتيه لطيفه جدا، انا ما اعرفش خدت بالك لسه منها، هقول لك عليها. بتاعت بدر بنون. فالنادي الاهلي طلع بيان قال لك انا لسه ما لسه اعلنتش ما قالش اصلا على الصفقة. رسميا. فيعني برضو يعني هي فكره برضو ان انا كنادي حتى الان بسبب القيد يعني ممكن ما استفادش باي صفقات ممكن اكون انا اتفقت عليها اوريدي حتى لو ما اعلنتش عليها رسميا. بص، هي يمكن دي أزمة محصلة، ودي حاصلة بقى لها يعني فترة، موضوع القيد المحلي. يمكن حتى كان الانتهاء بتاع القيد هيبقى من الصعب ان الزمالك او الاهلي، الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا، ان هم يقدروا يأيدوا حد تاني. المشكله اكبر عند فرقه الاهلي، خاصه ان عندهم مثلا 2 لعيبه افارقه عايزين يمشوهم او حاجه. الزمالك يمكن تتكلم في كاسونجو مثلا او حاجه، لكن الباقيين تهالي ثوابت او حاجه، وهو عايز يقيد مكانه ايمن مسلوسي، فما فيش مشكله بالنسبه للزمالك قوي في ان هو ينتظر لحد يناير او فبراير. المشكله في الاهلي فان هو جيرالدو والوباتجي، يشوف هيمشي مين فيهم، الاثنين الموقف ايه. هو لازم فبالتالي اثنين، لو هيجيب مثلا سيرينو وهيجيب بدر بانون بالظبط، اللي هو هو دي طالع. عنده المشكله بالفعل، ان هو مش هيستفيد منهم بشكل كده. طبعا تاكيدا ان المشكله دي اللي حاصله، التصريح اللي طلع بيه النهارده المهندس فرج عامر، ان هو قال لك ان انا مستعد ان انت اخد 6 شهور الاولى دولت يبقى تبعي، او لحد فبراير يبقى اشتريه. فهم حتى كانت يعني جاي لهم رد فعل عكسي، ان هو انا لسه ما اعلنتش ولسه بدور على حل، ولسه بضغط على اتحاد الكوره ان هو يعدل لي مواعيد القيد. بس انا شايف حتى كمان ان دي صعبه، تعديل مواعيد القيد، لان اولا هيبقى فيها مشكله. كان في كلام النهارده استاذ وليد العطار مدير تنفيذي اتحاد الكوره، قال لك ان احنا لو عدلنا ميعاد القيد هتبقى مشكله بالنسبه للدوريات الثانيه، تمام، الدرجات الدوريات الأدنى. الدرجات الادنى. ليه بقى؟ لان هو بيعمل مثلا ان هو بياخد فتره ما بين الدوري الدرجه الاولى اللي قفل باب الغلق باب القيد بتاعه للدوري الدرجه الثانيه، بياخد مثلا اسبوع او حاجه، بحيث ان اللعيبه ايه اللي ما لحقتش تسجل هنا تلحق تتسجل في تتسجل الدرجه في الثانيه الدرجة الادنى، الثانية الأدنى. ونفس الامر في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، نفس الامر كده اهو. فبالتالي هيبقى من الصعب التعديل، لان انت بتصعب، يبقى انت كده بترحل كله، وهو كان اوريدي اخطر الفيفا بالجزئيه دي. فبالتالي هيبقى من الصعب ان انت تقدر تغير تاني، او تقول ان انت يعني لا ده انا هعدل تاني الفيفا، تبعت الفيفا تاني، والكلام ده كله، وهتعمل مشاكل كتير، خاصه ان الموسم متاجل فتره. وحتى الان ما نقدرش نقول ان دوت هيبقى الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، خاصه احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الموسم اللي جاي هيكمل ولا لا، هيتلعب دور واحد، دور من دور واحد ده فقط كانت ولا لا، اقتراحات موجودة والأندية مقترحات رفضتها بس في يعني. نفس، هل هيكمل ولا لا، ما احناش عارف حتى الان، ما حدش عارف. يعني احنا كملنا هنكمل الصعوبة كورونا دي مش عشان هنكمل نكمل لا، السنة احنا الجاية يا عشان احمد ضيق محمد. الوقت، مرات